أما راشد الماجد فزاد وزنه 4 كيلوغرام، ونبيل شعيل قرر أنه يبيت في سيارته لمدة شهر. أهلا بكل متابعي فقرة نجوم وأضواء، اللي رح نتناول فيها اليوم كيف تأثرت الحياة العائلية للفنانين في الحجر المنزلي زمن الكورونا. كلنا صرنا نسمع هذه الجملة مؤخراً وبكثرة، اللي توصف حال العالم بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا. من أول ما بدأ الفيروس في الانتشار، لجأ العالم كله للحجر المنزلي للحد من انتشار الفيروس، ونصب اهتمام أغلب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حياة المشاهير في الحجر، وكيف يقضون وقتهم في ظل توقف أغلب أعمالهم ومشاريعهم الفنية. شفنا فنانين قرروا يمارسون الطبخ، وفنانين قرروا يمارسون الرياضة، فنانين آخرين لجأوا للتيك توك وغيرها، لدرجة أننا شفنا فنانين سووا حفلات من البيت وأفكار ثانية كثير. الموضوع في الأول كان مسلي ومختلف، لكن مع الوقت بدأ الملل يتسرب لأغلب الناس مو الفنانين وبس. بدأ عدد من الفنانين والمشاهير يكشفون عن تأثر حياتهم الشخصية والارتباك اللي أصاب حياتهم العائلية جراء الحجر المنزلي. عبد الرحمن نجم الفنان العربي محمد عبده غرد على تويتر وقال إن والده مصاب بالاكتئاب وطلب من جمهوره دعمه نفسياً على تويتر. في اليوم التالي وعلى هامش حفلات معيدين معاكم، اتكلم الفنان محمد عبدو عن تجربة الحظر لكن بشكل طريف. ما بقى بيجامة ما لبسناها، ما بقى ثوب ما لبسناه، وأولادي طلعوا 10، حسبهم 9 طلعوا 10. كمان الفنان راشد الماجد كشف كيف تسبب الحجر المنزلي في زيادة وزنه. فشكلي كروني أنا من أول، يقولون لي الشباب أنت كروني. أما نبيل شعيل فقال إن أول شيء راح يسويه بعد انتهاء الحجر هو إنه يلف بسيارته في الشوارع، وممكن ينام فيها وما يرجع البيت إلا بعد شهر. 20 إلى 30 يوم بطلع ماني داش، حتى هدومي باخذهم، إذا نقص لي شيء عند الباب باخذ هدومي شهر بهيت بالشوارع ما بنام بالسيارة. الفنانين دائما متعودين على الأضواء والحفلات وفلاشات الكاميرا وتصفيق الجمهور وغيره، عشان كذا هم من أكثر الناس اللي تأثرت نفسيا بانحصار الأضواء وغياب التواصل المباشر مع الجمهور. الناقد الفني والمخرج المسرح السعودي رجا ساير العتيبي كان له وجهة نظر في هذا الموضوع. ليس من السهولة أن ينعزل الفنان فجأة في منزله بالتأكيد، ويترك الأضواء والفلاشات واللقاءات والجماهير. طبعا أمر مؤلم بالتأكيد، وطبيعي يحصل لديه مثل هذا الاكتئاب، بدليل تصريح عبد الرحمن محمد عبده عندما قال قبل أيام أن والده يشعر بشيء من الاكتئاب. طبعا هو اكتئاب عرضي وليس اكتئاب مرضي، سرعان ما يزول بالتأكيد. هذا أمر يحصل، وتصريح يعني غير مفاجئ بالنسبة لنا. من جانب آخر، يعني أبدأ كثير من الفنانين ممن تعودوا على الأضواء أبدوا تفهمهم للعزل الصحي، وكانوا داعمين لقرارات وزارة الصحة من منازلهم، بمعنى ليس الكل لديه شعور سلبي تجاه الحجر الصحي أبدا. رأينا تفاؤل رابح صقر، رأيناه بلوك جديد في كامل صحته النفسية وابتسامته الجميلة، يوجه الناس بأهمية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أثناء الخروج وغسل اليدين باستمرار. أتوقع إن شاء الله هذه الأمور يعني بتنتهي بشكل سريع، وهي أمور طبيعية تحدث ولا تمثل مشكلة بحد ذاتها، ولكن الناس الحساسين أتوقع هم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية. مع بدء الحجر الصحي أو فك الحجر الصحي بشكل تدريجي وبحذر، الأمور بمشيئة الله ستعود لطبيعتها، وستكون هذه الأيام مجرد ذكريات. في الختام، يمكن الناس أحياناً تشوف من الفنانين والمشاهير الصورة الخارجية وأنهم طول الوقت في أبهى زينة ويعيشون حياة سعيدة زي ما يظهرون أمام الكاميرات، لكن الواقع مو دائماً زي الحقيقة.